إدراج مربع نص أسفل الصورة التي أمامنا. نتبع الخطوات التالية: أولاً نختار تبويب إدراج، ثانياً نضغط على أداة مربع نص من مجموعة نص، ثالثاً نضغط على رسم مربع نص، رابعاً ننتقل إلى المكان المطلوب رسم مربع نص فيه ونلاحظ تغير شكل مؤشر الفأرة، خامساً نرسم مربع النص ونلاحظ ظهور مؤشر الكتابة داخل مربع النص، سادساً نكتب النص المطلوب داخل المربع، نلاحظ أنه يمكننا تحريك مربع النص بوضع المؤشر على الحدود الخارجية، ونلاحظ تغير شكل مؤشر الفأرة إلى الشكل التالي. نبدأ بسحب المربع إلى المكان الجديد. أيضاً يمكننا تكبير المربع وتصغيره كما تعاملنا مع الصورة من قبل باستخدام مهارة السحب والإفلات للفأرة. أخيراً يمكننا أيضاً حذف مربع النص المحدد بالضغط على مفتاح Delete.